ترك سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بصمات واضحة في عالم البحث العلمي، حيث كان خير داعم للعلم والعلماء، داعي لأهمية البحث العلمي لما له من أهمية في وضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة. ودعا الباحثون في معهد الكويت للأبحاث العلمية أن يسدد الله خطى خلفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على حمل المسؤولية. جنود العلم حزينون على فقد قائد مسيرتهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. افتقدت الدعم الأبوي والابتسامة التي يعني كان لها دور لإعطاء الثقة، وكان لها دور أيضا للاعتزاز بالهوية الوطنية. يعني لما نطلع المنتديات أو اجتماعات أو في مؤتمرات كنا نحس بالفخر، لأن الشيخ صباح الله يرحمه كان يعني هو القائد الإنساني لبلدنا الحبيب الكويت. كان وجود سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الأمير البلاد متواجد أيضا في هذه الملتقيات، وهذا دليل على اهتمامه. فصراحة يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الله يعينه على استمرار هذه الرسالة. لطالما كان خير داعم للعلم والعلماء ومواكبة التكنولوجيا، وكان رحمه الله شديد الحرص على تواجده في المناسبات العلمية وتكريم الباحثين وتشجيع البحث العلمي. سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعلنا الجنة مثواه كان صفحة للمجد ونبراسا للعلم والعلماء في الكويت والعالم أجمع. رحمه الله كان حريصا كل الحرص لدعم العلم والعلماء، وتشهد له أروقة الجامعات ودور العلم في العالم أجمع. كان رحمه الله مؤيدا للبحث العلمي فيما يخص دولة الكويت، وذلك من خلال تشجيعه ودعمه وتوفير الجوائز العلمية لذلك. فقيد الكويت، فقيد العلم والعلماء، رحمك الله يا أبا الجميع، يا من أحط أبنائك بالرعاية بكافة المجالات. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.